بسم الله الرحمن الرحيم. في بيته
بيتي كان كعامة الناس. مثل باقي الناس يعمل بيديه، حتى أن المرأة رأته وهو يعمل الجدار بالطين. أليس كذلك؟ وفي دار الحكم كان خليفة. في دار الحكم كان خليفة حاكما. نعم. هيا يا عبد الحزيب. إذا لو سمحت. لماذا أرادت فاطمة هجرتها إلى بيت المال؟ لا ليس هذا. لا قبلها. رقم ثمانية. ما بين الحياة عمه وهو أمير المدينة وحياته وهو أمير المؤمنين؟ نعم. ما الفارق بين حياة عمر وهو أمير في المدينة وبين حياته حينما أصبح أمير المؤمنين خليفة؟ هذه سهلة. أول كان غنياً ثم أصبح طيب وحينما فقيرا؟ ليس صغير يعني، ليس لم يكن غنياً. ماذا تريد أن تقول؟ أقول لما كان المدينة يعني وهو أمير المدينة كان يعيش في ترف، وبعد الخلافة أصبح يعيش ماذا؟ في تقشف. ما معنى تقشف؟ فقر. ليس فقر. قريب من الفقر. الفقر هو ليس عنده، ولكن هذا رد ما عنده لله. قال لا أريد، هذا ليس من ليس حقي. هذا معنى تقشف. يعني هو إذا يريد ممكن يصبح عنده قصر ويصبح عنده مال ويصبح عنده. نعم. لماذا ردت فاطمة جوال المرأة إلى بيت مال؟ صدق لأنه أنا عارف ما عارف. لأن عمر قال لها أن هذا للمسلمين، يعني استجابة لأمر عمر. لماذا كانت فاطمة تخاف عليه؟ حتى أنه حينما تكلم معه الرجل الصالح وغشي عليه ووضعت الماء عليه وكانت تبكي. لأنها كانت رأت صورة عندما كانت بين أيديها وبين أيديها. ما معنى هذا؟ ماذا فهمت من هذا؟ كانت غلطت من موتها. نعم. كانت تخاف عليه. لرقة قلبه وما يغشاه، يغشاه يعني يحدث له من خشية الله. لرقة قلبه وما يغشاه من خشية الله. هيا يا شعيب. نعم. كان جمل اصبروا يا شباب حتى نفهم ماذا يقول.
ذكر غاء هذا يا اخي؟ غاء هذا يعني كيف غاء؟ هيا يا بني هيا هيا السؤال يا حبيبي، السؤال: ما الشيء الذي أعجبك أنت، الذي رأيته جيد في هذه القصة؟ حتى اليوم درسنا أسلوب التعجب. نعم صرت. أنت فهمت معنى السؤال؟ تفضل أجب. الملك.
الرجل. عمر. لا الرجل. الرجل من؟ الرجل الصالح. Yeah.